مرحبا، نصيحتنا لليوم بتقول انه كيف فينا نعمل حركات للمعدة على السجادة او على مدرس او حيلا يكون بس عندكم اياها بالبيت. اول حركة رح نبلش فيها رح نعمل جينا كروزي، ايدينا على راسنا من فوق، اهم شيء رقبتي تكون جالسة، عم سبورت فيها شوي، عم بتطلع على محل لورا، عم بطلع شوي لفوق ورجع انزل. بالشكل الثاني في كمان اعمل ايدي بالشكل التالي، اطلع لفوق وانزل لتحت، فوق وتحت، فوق وتحت. اهم شيء انه رقبتي ما يكون كتير في عليها ضغط او في برشر عليها، اذا في ضغط في وجع عليها تحطوا ايديكم هون تلقون وبتطلعوا على محل ورا، فيكم تحطوا اجريكم على الارض تعملوا وزيت الحركه، عم بطلع وانزل. هلا فينا نستعمل كمان تاني اكسرسايز او تاني تكنيك يوزنج ذا لاجز، عم بعلق اجري لقدام، في جلسهم هيك وانطر، في اعملهم 1 اند 2 كان اباوت سيزرز، في اعملهم كريس كروس كمان، في فوت فيهم لجوا ولا برا، لجوا ولا برا. اخر حركه رح نعملها اليوم على القاعد، جاي كروزي ظهري جالس، ايدي بالنص، فيكم تستعملوا ويتس او فيكم تستعملوا انيت ماي او حيلا شيء عندكم اياه بالبيت. يو جوينغ تو ليفت اند رايت، فروم ليفت تو رايت، يمين شمال يمين شمال. اذا صعب عليكم فيك تحطوا اجريكم على الارض وتروحوا يمين وشمال. هالحركات بينعدوا تقريبا 3 او 4 ستات او 4 جولات، 15 ل 25 مره، فيكم تعدوهم 3 مرات بالجمعه، ويعطيكم العافيه.